السلام عليكم يوتيوب، لقاء جديد في منطقة قديمة. بتصوير مختلف، البس الخوذة وامشي بالعصاية سيرف سكيت. السيرف سكيت ده انا جايب ده برضو مختلف شوية. يلا بينا طلع كده ماشي السكيت بورد زي الكلب قدامي بالعصاية. سيتي مارك، هنلبس سيتي مارك. عشان عمال بشوح بالعصاية. السكيت بورد التاني عاجل واصغر شوية وتراكس مختلفة. Thank you.
سيرف سكيت مش عارف بقى اختار ده ولا ده. ايني ني ني ماي ني مو اختار ده.
بعمل كومبس، عمال بلف حوالين نفسي كأن أنا البرجل. أنا البرجل يعني، بعمل كده شغل على رجلي اللي ورا، الأنكل اللي ورا ده بإيدي اليمين، يعني أنا عاوي جسمي كله وببص ورايا. الناحية التانية نفس الكلام، أروح عاوي الناحية التانية خالص وأشاور على الأنكل التاني هنا. مش عارف انتوا شايفين ولا لا، انا هظبطها كده، شاور على الانكل ده هنا، الناحية التانية ونلافف لفة طويلة ونشاور على الانكل التاني. اوبا اشاور على الانكل ده، وبعدين اميل للناحيه الثانيه كل كده واشاور على الانكل الثاني. الانكل ده رجلي اليمين بايدي اليمين، بعمل كونكشن، وبعدين الناحيه الثانيه بايدي اليمين على رجلي الشمال كده، وبعدين كده.
الفكره كلها ان انا ببقى واقف على البورد بعود جسمي كله كده واشاور بالعصايه على الانكل اليمين، وبعدين اروح لافف الناحيه الثانيه واشاور على الانكل الشمال، اتويست جسمي الفوقاني واخلي رجليا اللي تحت تبقى ثابته. طبعا الرجلين بتقلب تبقى 45 ديجري شويه تحت، بس ده عادي يعني، هو المفروض وقفه البورد تبقى كده. لما بكون بعمل كده يبقى انا ناوي اعمل راوند هاوس. راوند هاوس يعني لفه كامله. لما بجيب العصايه على بوز رجلي اليمين ارجعها تاني ورايا هنا في الحته دي، ده ورايا يعني مش هو ده ورايا، ورايا بيبقى هنا كده في الحته دي برده 45 ديجري 45 درجه من جسمي هنا في الحته دي. فلما بعمل كده دي كده كاني ببامب، يعني عايز اتحرك حته قدام بس عشان اخد انرشي اكتر عشان اقدر اعمل راوند هاوس. راوند هاوس والف بقى كله كده، وبعد ما اخلص الراوند هاوس بروح راجع تاني، اروح اعمل يا اما واحده. لو عملت كده يبقى انا عايز اعمل راوند هاوس العكسي، لو لسه في انرشي او لسه في سبيد وبوست يعني واقدر اعمل لفه كمان، يعني اعمل لفه شمال وبعدين اعمل لفه يمين، يبقى الف جسمي كله كده. لو مفيش يبقى برجعها في الحته اللي هي دي، برجع العصايه هنا، فبرجع جسمي في البوزيشن ده. في هما تو مين بوزيشنز يعني. فشرح بالعصايه طبعا حلو، مش عشان انا بحب اشرح بعصايه، بس عشان هو انا اكتشفت المواقع دي بتاعت الجسم بالعصايه، فهي زي البندول ميجرينج بندول بتقول لي، هي علمتني يعني العصايه، من خلال العصايه انا اتعلمت وعلمت نفسي ان البوزيشن بتاع الجسم في السيرف سكيت هما 2 أو 3 اساسيين وبس، وفي فاريشنز بقى كتير قوي بس. شكرا، السلام عليكم.